تمام، انت بس قول له فؤاد بده اياك. ايوه شكرا شكرا. هسا بتشوفوا كيف التليفون واحد بدي احل لكم الموضوع كله. يما بتجهز الحمام لابوي وتيتا، يعني بدي اياكي ترفع معنوياته للزلمه، بلاش قصص المضحكه وانت تافه. بالله عليكي فريد بتجيب عشا، وانتو الجوز جولي فيروز تمسكن حالكن لما يجي. اه بلاش نعقد الزلمه. ولك هو الزلمه ما رد على التلفون يا جده. هم هيك الناس الاكابريه بتاخروا، بعدين هذول زي محركات الديزل بدهم وقت عبال ما يحموا. ولا فادي انا نسيت، اول ما يجي ابوك بتفوت على الغرفه وبتضلك تعيط. الو اهلا اهلا مروان بيك، كيف حالك؟ مين انا؟ انا فؤاد، فؤاد. اه لا 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 لا، فؤاد ابو الوصفات اللي تبع الاكل. انت اجيت قبل اسبوع على مطعم طعمي الثم. ما عمرك سمعت بهذا الاسم؟ ولا انا. طيب يا مروان اسكت اسكت اسكت، وانت اصلا في حدا بيعرفك غيرنا؟ هسا بتليفون صغير على رفاق المسيره حفرجيك كيف تصير الفزعات. الو مرحبا يا رفيق، بدي هاني. هاني بالمستشفى؟ طيب بدي علاء. علاء راح يصيد سمك سردين؟ طيب اسمع، بدي مصعب. على فكرة مصعب بطلع بيده، كان طلع ابوه من قضية التنصت. طبعا يعني الله يعينه، هي قضية كبيرة صراحة، التنصت على الجيران. طيب اسمع، في حد حواليك بيقدر يدخل ابوي على السجن؟ عاشو حلاوة برضه. ولكم بعدين، بعدين يا جماعة، لازم نسوي أي إشي عشان نساعد بابا. طيب بالله تسكتي أنتِ، احكي لجوز الشباب إخوانك هذول المحاطين، واحد قالوا بالله بسيط سردين، هو بالله عليك تكثر ليمون يعني عشان تروح الزنخة، وأنت يا كبير يهطل، لازم تتشرط على إخوانك كلهم، بالله تمسكن حالكن، وأنت يا فادي روح حيط بالغرفة، وأنت انزل جيب عشا لأنه في كثير إلا نفس نوكل إحنا. كبر عزه. ماله طفح زي البلوعة، انطم ولا عزايا نكرود لا لابوش ما عملته كبير ان شاء ما طلب عيش وحلاوة. ابوك يا منظرة يوم. هذا اكيد ابوي، انا بعرف الشباب ما بقصروا معي. مساء الخير. كنت فتشوا الدار؟ ياك شالة صفية يا عمي، انا كل ظني بخبش، ابو فؤاد رئيس عصابة ومخبي الممنوعات هنا في الدار. عزا يا نكرود. يا جماعة انا زميل الدكتورة فيروز بالعيادة، كنت بتمنى تكون الزيارة زيارة عادية، لكن للأسف اجت الظروف هيك. جيت حتى اقدم المساعدة للدكتورة فيروز للعائلة الكريمة، بس للأسف انا ما بفهم بامور المحاماة والقضايا والمحاكم، ماليش على هاي الامور. ولكن اللي واثق منه إنه أب أنجب مثل أنسة فيروز لازم يكون بريء، وإنه الموضوع هو موضوع سوء فهم. تعرفي ولي عاش بوبية ورجولية، لو طلبت هسه غير واثق وأقرأ الفاتحة أخرى.